ما همتني جت ولا ما جت. تفضلي خالتي، هذه هدية بسيطة. وين سارة وسامي؟ أقول وين سامي؟ ما أشوفه. لك وجه تسأل عن سامي؟ سامي اللي أمه جهير شيخة البنات اللي تزوجت عليها وطعنتها في ظهرها وكسرت قلبها. لك وجه؟ شوفي يا إيمو، أنا بقول لك إياها الحين قدام طيف. جهير هذا بيتها، متى ما بغت تجي في هذا بيتها. أنا لا طعنت ولا كسرت قلب أحد، وأنا ما غلطت على أحد. لا لا، ما غلطت على أحد. لا ما غلط، ما غلطت بحق جهير ورحت تزوجت عليها، ولا غلطت بحقي وتسببت زعل بيني وبين أخيتي اللي طلعت من البيت ولا رجعت له بسبة هذه. والحين بعينك القوية أنت وياها جايبها تسلم علي؟ ما ألومك خالتي، أدري أنك معصبة وأنا مقدرة. والله ما هميت فيني، ما أنت بكفو أعصب عشانك. وقفي، خذي هديتك لا نطلها بزبالة.